بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية ومنسقا للأجهزة الأمنية ومبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية. إذن السيد الرئيس أصدر قرارا بتعيين السيد عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية ومنسقا عاما للأجهزة الأمنية ومبعوثا للسيد مبعوثا خاصا للسيد رئيس الجمهورية. السيد الرئيس أيضا أصدر قرارا بتعيين السيد حسن محمود رشاد رئيسا للمخابرات العامة. إذن السيد الرئيس أصدر قرارا بتعيين السيد حسن محمود رشاد رئيسا للمخابرات العامة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان اجتمع بالسيد عباس كامل مستشار السيد الرئيس وأيضا بالسيد حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. إذن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع باللواء عباس كامل مستشار السيد رئيس الجمهورية والمبعوث الخاص للسيد رئيس الجمهورية والمنسق العام للشؤون أو للأجهزة الأمنية والسيد حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. السيد حسن رشاد أدى اليمين القانونية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وتسلم مهامه كرئيس لجهاز المخابرات العامة المصرية. إذن السيد حسن رشاد رئيس المخابرات العامة يؤدي اليمين القانونية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تتابعوا حضراتكم في هذه الصور التي صدرت مساء هذا اليوم. إذن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قرارا مرة أخرى بتعيين السيد عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية ومنسقا عاما للأجهزة الأمنية ومبعوثا خاصا للسيد رئيس الجمهورية. السيد الرئيس أيضا يصدر قرارا بتعيين السيد حسن رشاد رئيسا لجهاز المخابرات العامة المصرية والسيد حسن رشاد يؤدي اليمين القانونية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد الرئيس كمان يجتمع باللواء عباس كامل المبعوث الخاص ومستشار السيد الرئيس والمنسق العام للأجهزة الأمنية والسيد حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. نروح لحدث من الأحداث المهمة ما جرى في جامعة الجلالة وأولادنا والطلاب اليومين اللي فاتوا، وده حدث مهم عايزين نتكلم عنه شوية النهاردة. جامعة الجلالة أول طوبة اتحطت في جامعة الجلالة أنا كنت موجود هناك، يعني كان لسه حجر الأساس بيحطوه، كنت مع وقتها الدكتور خالد أبو عفار كان وزير التعليم العالي، ورحنا عملنا حلقة من جامعة الجلالة ولسه أساس، يعني محدش راحها قبلينا، حجر الأساس لكلية كذا وكلية طب وكليات إيه، والكلام ده كان من 6 سنوات في 2018. فرحنا الجلالة مبكرا قبل ما حد يروح، وعملت وقتها حلقة مطولة من هناك. وبعدها رحنا لما الجامعة كمان اشتغلت والطلبة راحوا وبقت حاجة متميزة للغاية. جامعة الجلالة موجودة في مدينة الجلالة، ما كانش عندنا مدينة اسمها الجلالة، ما كانش. اتعملت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 راح هناك وزار المنطقة ديت وهنعمل مدينة، وبقت مدينة النهاردة مدينة كبيرة، مدينة ضخمة، مدينة سياحية، تاني مدينة سياحية. ادي جامعة الجلالة قدام حضراتكم، جامعة قوية جدا متميزة جدا. عايز اقول لحضراتكم السنة دي فيها رقم كبير جدا، تقريبا 12-13 ألف طالب وطالبة. بتكلم على رقم، مش بتكلم على 2000 ولا 100 ولا 500، بتكلم على حوالي 12 ألف طالب وطالبة في جامعة الجلالة. الجامعة لما كنت في لما رحنا عملنا الحلقة من 6 سنوات أنا صورت، ووقتها الدكتور خالد أبو عفار شاور لي على قال لي المكان اللي هناك ده سكن الطلبة، سكن الطلبة. كان لسه بقول لحضرتك كله تحت الإنشاءات، ما كانش في حاجة ظهرت يعني خالص، كان لسه يا دوب بادئين بقالهم 2-3 شهر ولا حاجة يعني. بقت جامعة كبيرة النهاردة وبقت بتاخد طلبة من جميع محافظات مصر، يعني هتلاقي من عندنا من الصعيد وتلاقي من بحري ومن القاهرة ومن إبل ومن مدن القناة، كله طلب يعني رقم، يعني زي ما بقول لحضراتكم جامعة بقى ليها اسم كبير جدا. الجامعة قعدت أشوف بعض الحاجات، ناس بيفتوا
بيفتوا. في حد كاتب يقول لك الجامعة تبعد 200 كيلو، تخيل ناس والله ناس مجانين يقول لك 200 كيلو عن الأماكن اللي ده جنبها السويس، ده جنبها السويس وجنبها السخنة. السخنة على فكرة تلت ساعة ولا 25 دقيقة، السخنة بشواطئ السخنة بتلال وبالمنتجعات الموجودة في السخنة وبالمدن الأماكن السياحية وكل ده موجود جنبها. أقول لحضراتكم إيه تاني جنبها هنا ناحيات العاصمة، اللي يقول لك 200 كيلو عن العمار، اللي هو أنت ما تعرفش حاجة عن الجلالة، تعرفش حاجة عن منطقة الجلالة أصلا، اللي بيقول لك 200 كيلو. ولكن كان مهم انه في تحديات امام الجامعه طبعا. وخلينا نتكلم بشكل واضح، المطلوب النهارده قبل الغد، تاني بقول المطلوب اليوم قبل الغد، لازم 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 بقولها ثلاث مرات، التحرك نحو المدينه الجامعيه. في اي جامعه في مصر فيها مدينه جامعيه بتاخد الطلبه، بتسكن الطلبه، مش هتاخد كل الطلبه، يعني مش هتعمل جامعه هتاخد كل حاجه. ما انا كنت في جامعه سوهاج وما كانش كنت في جامعه سوهاج وما كانش كان عندنا مدينه جامعيه، ما كنتش ساكن فيها، كنا ساكنين بره، كنت انا ومجموعه من زملائي واخدين شقه، كل واحد فينا واخد اوضه، وممكن تبقى الاوضه مشتركه عادي جدا. طلبه يعني، الطلبه ده مش عايز تعمل له فندق يعني، ما احنا طلبه وأسرنا يعني أسر متوسطة الحال يعني، أو أسر فقيرة الحال يعني، أيا كان، مش ولاد الأسراء والأغنياء يعني. درسنا التعليم العام، تعليم العام، ما رحناش جامعات خاصة. يعني أهالينا يشكروا إنهم أنفقوا علينا وعلمونا. يعني دفعوا كل، يعني كانوا بيدبروا من قوت حياتهم عشان يعلمونا. بتكلم على عائلاتنا يعني. وبالتالي إنه اي جامعة في مصر ما بتاخدش كل الطلبة، لانه مش هيقدر ياخد ال 12000 ولا 15000 ولا 20000. فكل ادي اهو، ادي الحلقة بتاعتنا اهو، شايفين حضراتكم ده في 2018، الحي السكني قدامك اهو. انا بقول لحضرتك جايب لك الحلقة اللي انا رحتها، مفيش حد في الاعلام، كله راح قبلي وتقريبا محدش راح بعدي. رحت الجامعة وهي بتتأسس وهي بتتبني وهي بتتعمل في 2018. فعارف المدينة، وأنا بروح الجلالة كتير بالمناسبة يعني، مش يعني بروح وبعد على المدينة وبروح وبشوف الناس وبروح وبشوف الطلبة يعني، ببقى قاعد في حتة بلاقي طلبة، احنا في جامعة الجلالة، سلم علينا، نتكلم معاهم، سلموا يتصور يعني، ببقى بشوف طلبة، بشوفهم، مش بقى بتكلم على يعني. لكن تاني بقول انه مهم قوي، لانه اللي حصل ده، وانا بقول خلص العزاء مرة تانية لولادنا وأهالينا وأسرنا، لهم تاني بقول خلص التعازي ليهم كلهم، ربنا يرحمهم ويحسن إليهم، ونتمنى الشفاء لكل أولادنا المصابين اللي هم لسه ما زالوا داخل المستشفيات. أدي حلقتنا هي، عشان لما أقول لحضراتكم بوريكم إن إحنا رحنا، فأنا بتكلم على حاجة أنا رحتها وبروحها كتير، فعارف المكان وعارف المنطقة. تاني بقول لحضراتكم، فإحنا النهاردة أولوياتنا لازم اولا نشوف اللي حصل. طيب عشان نتلافى اللي حصل ده، نشوف ولادنا النهارده مش ساكنين في المدينه الجامعيه، طب مأجرين بيوت ولا شقق ولا شاليهات، وبيقعدوا مع بعض ويتقاسموا ويدفعوا كل واحد فيهم مبلغ كل شهر، عشان لانه نقدر نشوف ايه اللي حصل، ما الذي جرى. وتاني بقول انه لازم يبقى في اجراءات سريعه جدا وعاجله جدا، لازم يكون هناك، معرفش طبعا مش هتقدر تعمل مستشفى في 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 شهر، ولكن تقدر تعمل مكان للعلاج او وحده طوارئ زي ما بيقولوا كده عاجله، تقدر تعملها وتبقى موجوده. انا بتكلم هنا على الاف الطلبه والطالبات، ممكن يحصل لا قدر الله اي حاجه لاي طالب في اي وقت وهو في المحاضره، ممكن يقع يجي له مشكله، فلازم عندي عمليه انقاذ. انا بتكلم على الحاجات العاجله والسريعه. ولكن لازم اروح ليه الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعه الجلاله. دكتور محمد، اولا خالص تعازينا في ولادنا طلاب جامعه الجلاله، وتمنياتنا بالشفاء العاجل لولادنا اللي موجودين لسه في المستشفى حتى الان. اولا كلمنا عن ما جرى، اتفضل دكتور محمد.
مساء الخير يا فندم على حضرتك، وطبعا العزاء لشهداء العلم يا فندم، لان احنا بنفترض ولادنا دول شهداء علم. نعم طبعا، اللي وفاتهم المنيه طبعا يا فندم، وان شاء الله ولادنا اللي في المصابين نشوفهم ان شاء الله في احسن حال والشفاء العاجل ليهم. اتفضل. احنا زي ما حضرتك قلت، احنا الحمد لله احنا حاليا واصلين 12000 طالب. وكما حضرتك 12000 يا فندم كويس. الحمد لله. وطبعا زي ما حضرتك قلت، احنا اول ما استلمنا الجامعه كان داخل الجامعه فيه حوالي 600 سرير، حاليا يا فندم احنا بنتكلم متوفر لاولادنا 4700 سرير، ولكن زي ما حضرتك قلت. طب معلش معلش دكتور محمد، بتتكلم حضرتك على سكن الطلبه مش كده؟ يا فندم كان فيه 600 بقوا 4000. اول ما بداتوا الجامعه 600. يا فندم النهارده وصلنا كام؟ 4700. لهم سكن؟ لهم سكن. ساكنين؟ معلش المعلومات دي مهمة، عشان في بعض الناس قالوا مش ساكنين وما فيش حد ساكن والمدينة الجامعية مقفولة والكلام ده، هتصلح لي المعلومات. لا يا فندم، داخل الجامعة في 1700 طالب ساكنين. وفي أحد المنتجعات اللي على بعد 3 دقائق بالظبط من الجامعة احنا تعاقدنا معاه، وموفر لأولادنا 3000 سرير يا فندم موجودين في داخل مدينة الكلام. يبقى عند حضرتك 4000 طالب. 4700 طالب. مظبوط يا فندم. ساكنين. تمام. باقي الطلبه، باقي العدد. باقي العدد طبعا في يعني في ولاد من ولادنا بيروحوا وبيجوا كل يوم. وفي ولاد من ولادنا بيبقوا قاعدين في المنتجعات السياحيه اللي هي موجوده زي ما حضرتك قلت في العين السخنه على بعد حوالي 20 25 دقيقه. نعم. فدول طبعا كان انتهاء اليوم الدراسي، فالولاد كانوا واخدين اتوبيس رايحين لاحد هذه المنتجعات، وحدث هذا الحدث الأليم اللي فقدنا فيه شهداء. طيب دول كانوا يوميا رايحين جايين الصبح المحاضرات ويخلصوا وروحوا. تمام يا فندم. عظيم. مين الاتوبيسات دي، تبعكم ولا تبع حد تاني؟ هي الاتوبيسات مش تبع الجامعه يا فندم. مش تبع الجامعه. هي غير تابعه للجامعه. ولكن طبعا حضرتك عارف دول ولادنا، وزي ما حضرتك قلت الدوله كلها لم تدخر جهدا انها تتحرك كلها على طول، يعني على راسها طبعا يعني معالي وزير التعليم العالي كان مش هقول لحضرتك بيكلمني يوميا دكتور ايمن عاشور. طبعا معالي الوزير بيكلمني كل ساعتين يطمن على اولاده. اعتقد هو خارج البلاد. لا موجود يا فندم. موجود؟ وموجود يا فندم، وكان على طول معانا بيتواصل الى جانب مجلس امناء الجامعه بقياده الدكتور عادل العدوي. وكامل الشكر للقوات المسلحه يا فندم، لان حضرتك التحرك اللي حصل لا يحدث في اي دوله، يعني احنا النهارده كان وفود موجوده من القوات المسلحه. امبارح معالي المحافظ السويس كان موجود وحضر صلاه الجنازه معايا على مع الولاد، والنهارده وفود من القوات المسلحه لعمل زي ما حضرتك بتقول. أيوة. حاجه على الارض. ايه بقى؟ ان شاء الله يا فندم احنا في اطار ان احنا نشوف ازاي يبقى في مستشفى ميداني داخل الجامعه، وفي تحرك سريع من القوات المسلحه في هذا الاتجاه. هل هندسيه؟ طبعا يا فندم. طبعا يا فندم. كويس قوي. طبعا، وعلى طول نفس الوقت في تجهيز لحي سكني راقي هيتم تجهيزه في خلال الفترة القادمة، يعني كانوا على طول معانا ما لا يقل عن 2500 سرير إن شاء الله هيتم إضافتهم. وما اشتغلناش بقى على السنة دي بس يا أستاذ أحمد، احنا كمان ابتدينا أحد الأحياء الأخرى مع أحد المطورين، لسه جاي لنا خطاب إن احنا نزود كمان إن شاء الله 3000 سرير تاني نستلمهم في 8/25. احنا مش بنخطط للنهارده او بنبقى فيه رد فعل، لا ده احنا كمان بنخطط للسنه القادمه. ما وقفناش على كده يا فندم، كمان زي ما حضرتك قلت الانتقالات، يعني مهتمين جدا بالانتقالات. احنا معانا 2 من اكبر الشركات اللي متعاقده معاها الجامعه، شركات مصريه، ولكن قلنا ان احنا هنزود كمان الخطوط، واحنا بنتحدث حاليا مع بعض اوريدي الولاد بيتبعت لهم فورمز بحيث ان هم يشوفوا النقاط اللي هم محتاجينها علشان نزود السعه بالنسبه للانتقالات بالنسبه للولد. طيب دلوقتي احنا قدام تحرك سريع وعاجل. طبعا. رقم واحد، الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه هتنشئ ايه بشكل عاجل؟ المستشفى الطوارئ ده ان شاء الله احنا شايفين اللي هيتم بالتنسيق مع وزاره التعليم العالي طبعا، ومنتظرين على طول يكون في عندنا وحده موجوده بحيث ان احنا نقدر يبقى للتدخل السريع في هذه الحاله. طيب ده المفترض يعني طبقا لجلسات حضرتك مع الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه يخلص في خلال قد ايه؟ مش هقدر اقول ارقام. طبعا حضرتك لان في دراسات، طبعا زي ما حضرتك قلت في حاجات بتبقى محتاجه ان احنا ندرسها ونشوف هتتعمل ازاي، ولكن رد الفعل السريع يدل على ان في وقت قياسي ان شاء الله هيكون عندنا حاجه تكون مطمنه اولادنا واهاليهم، لان دول ولادنا يا فندم.
فده هيكون مطمننا ومطمن ولادنا. في نفس الوقت معالي المحافظ مع مرفق الاسعاف زودنا اعداد، هيتم زياده عربيات الاسعاف اللي هتكون موجوده داخل في اطار مدينه الجلاله، بحيث ان برضو ده يكون مساعد مع الحالات اللي بتحدث في هذه الحاله. طيب هنعمل اضافه للمدينه الجامعيه، احنا دلوقتي بنتكلم على مستشفى ولا بنتكلم على وحده طوارئ؟ بنتكلم على حاليا وحده طوارئ، وهنشوف احنا اوريدي يا فندم في مستشفى مبنيه ودي شغالين عليها، ولكن علشان نستعجل الوضع ففي وحده الطوارئ دي ان شاء الله تكون جاهزه وبالتنسيق مع وزاره التعليم العالي مع الهيئه الهندسيه. طيب المدينه الجامعيه هنكبر حجم المدينه بحيث تستوعب اكبر عدد من الطلبه بدل ما يخرجوا خارج حرم الجامعه؟ حرم مدينه الجلاله، يعني يخرجوا بقى خارج مدينه الجلاله. حاليا بنوفر 40%، يعني حك احنا مش يعني بنقول ان اي زي ما حضرتك قلت الجامعات في العالم كلها لا تزيد عن 10 ل 20%، لكن احنا حاليا مغطين 40% من الطلبه بتوعنا. ولكن احنا شايفين ان ده دورنا، فاحنا هنزود كمان 2500 سرير كمان ان شاء الله في الفتره القادمه. في خلال فترات وجيزه. غير بقى ان شاء الله في شهر 8/25 ان شاء الله مع هذا المطور يكون في كمان اضافه 3000 سرير، فاحنا بنتكلم في اقل من سنه ان شاء الله يكون في زياده لحوالي 5000 سرير، يبقى احنا بنتكلم ما يقرب من 10000 سرير يكونوا متوفرين داخل مدينه الجلاله. طيب دكتور محمد، عملتوا اجتماع مجلس الامناء واخدتوا قرارات خلال الساعات الماضيه واجتماع عاجل. طبعا يا فضل فندم. تم تشكيل ان احنا نتحمل نفقات العلاج دون التقيد باي حد اقصى يا فندم، بالتغطيه التامينيه للطلاب، منحه لكل المصابين بالحادث ومش بس لما يخفوا، ده ذلك حتى تمام التخرج ان شاء الله. توفير وسيلة نقل أمينة عاجلة لأولادنا كمان اللي خارج مدينة الجلالة اللي هي في المدن اللي يعني على القرى السياحية دي، دعم الطلاب طبعا نفسيا في مواجهة مصابنا الأليم، وطبعا إن احنا نتوسع في السكن الجامعي، وطبعا نعمل توعية للولاد حول مخاطر استخدام أي باصات غير أمينة، ودورنا إن احنا نوفر المواصلات الأمينة، وده اللي احنا عاملينه يا فندم. طيب هل دلوقتي هتمنعوا؟ اتفضل دكتور. في فرق دعم صحي يا فندم ونفسي مع الولاد مع الحالات المصابين ومع اهالي المتوفين، وتم ارسال طبعا وفد من الجامعه لكل ولادنا للمشاركه في واجب العزل. طيب هل هتمنعوا الطلبه يتعاقدوا تعاقد شخصي وبالتالي الجامعه هي اللي تتدخل، ولا هتسيبوا ايضا زي ما حصل؟ طبعا هو سؤال حضرتك انا هجاوبه بكل صراحه، يعني انا ما بقدرش طبعا حضرتك ما تقدرش تجبر الطالب تقول ما اقدرش اجبره لا صح ولكن انت توعيه ده دورك انك انت التوعيه، ولادنا كبار وراشدين، وولاد فعلا زي ما حضرتك قلت بيتعلموا في جامعه من احسن الجامعات الحمد لله، جامعه بقى لها تصنيف على مستوى الجامعات العربيه في اقل من 4 سنوات، احنا حاليا يا فندم رقم 1 في الجامعات الاهليه على مستوى التصنيف العربي، رقم 19 على الجامعات المصريه، ورقم 55 على الجامعات العربيه في اخر تصنيف عربي. الجامعه الوحيده اللي مترشحه لثلاث جوائز الحمد لله على مستوى الوطن العربي من التايمز هاير اديوكيشن، فده يدل ودول ولادنا وهم ثقتهم في الجامعه ثقه كبيره، واحنا مستحيل ان احنا نخذلهم في هذه. دكتور محمد، اولا الطلبه لهم كل الحق، وانا طبعا شفت فيديوهات كثيره لاولادنا ويعني احتجاجات وغضب وزعل ويعني هذا امر يتطلب سيادتك شخصيا تتدخل، تتواجد معاهم، تتكلم معاهم، تمتص غضبهم، تطمنهم كمان على انه يعني ان شاء الله يا رب ان شاء الله مش هيتكرر مره تانية، وانه هتبذلوا كل جهد عشان تحلوا مشاكلهم. اتفضل يا فندم. وده حصل يا فندم من النهارده، ان انا كان شرفت ان انا التقيت باولادي النهارده، قعدت معاهم واتكلمت وسمعتهم، وهم اتكلموا قدموا مطالبهم بكل احترام وادب، ودي حاجة أنا أفتخر بيها، وكمان قعدنا أكتر من ساعتين مع بعض وسمعتهم، وكمان طلعت في المكتب وجم معايا بعض برضو من الوفد من الولاد، امبارح برضو قعدوا مع معالي المحافظ وفد من اتحاد الطلاب وسمعوهم. احنا ولادنا دايما أبوابنا مفتوحة، ولادنا بيعرفوا يعبروا عن نفسهم. الغضب شيء يعني احنا فاهمينه ومتفاهمينه طبعا، وبيتكلموا في إطار الأدب وليهم مطالب بنقدر نحقق لهم المطالب، هم فاهمين طبعا ان مش كل المطالب لازم هتتحقق في التو واللحظه. نعم. ولكن طبعا زي ما حضرتك قلت لازم في التحرك السريع، وده اللي حصل فعلا من الدوله، والاهتمام اللي شفناه من الدوله يدل ان جامعه الجلاله الحمد لله ليها مكانه نفتخر بيها،
كان ليهم طلبات، يعني هقول كان ليهم طلبات. اتفضل يا فندم. الطلبات بتكلم على انه ومدين وقت اعتقد يوم 11 القادم انه يتم حل كل الحاجات دي، هل تحدثوا مع حضرتك في الكلام ده؟ قالوا لي احنا عايزين نشوف حاجه على ارض الواقع، قلت لهم حاضر واحنا شغالين ومش هنسكت والدوله واقفه في ظهرنا. وجود معالي المحافظ، اجتماع المجلس الامناء بقياده الدكتور عادل عدوي والمهندس طارق قبيل وكل القامات اللي موجوده في مجلس الامناء، اهتمام معالي الوزير شخصيا بالاتصال، بقول لحضرتك كل ساعتين بلاقي اتصال من معالي الوزير دكتور ايمن عاشور. التنسيق التام اللي بيحصل ما بين وزاره التعليم العالي وولادنا مع وزاره الصحه مع اولادنا اللي موجودين في مجمع السويس، متفاهمين كل الطلبات بتاعتهم، بنفهمهم ان في حاجات هتبقى عاجله ان شاء الله نشتغل عليها زي السكن اللي احنا هنستلمه من القوات المسلحه قريبا ان شاء الله. بنحاول نشوف الوحده الطوارئ او الحته الطبيه دي نغطيها ازاي والاسعاف. من دلوقتي ابتدينا نشتغل على موضوع التنقلات والانتقالات وان احنا نزود الباصات اللي تكون موجوده للولاد. طيب النقطة الثانية، هل في أي كلام على إنه في إضراب عن الدراسة أو كلام بالمعنى ده، أو سيادتك تدخلت عشان ده ما يحصلش؟ لا يا فندم، الولاد لم يمتنعوا عن الدراسة، الولاد بيدرسوا والدراسة منتظمة الحمد لله. في طبعا حزن وإحنا متقبلين هذا الحزن، شيء طبيعي جدا أن يكون في حزن من ولادنا وإحنا متقبلينه وإحنا بنخفف عليهم ومش هنقدر نضغط عليهم في هذا الوقت. ولكن طبعا هم كمان من نفسهم عارفين أن هم لازم يدرسوا علشان فعلا ولادنا خريجين نفتخر بيهم في كل مكان. فإن إحنا أوريدي خرجنا أول دفعة السنة دي و70% من ولادنا ابتدوا يشتغلوا، منهم ولاد اشتغلوا داخل الجامعه يا فندم، يعني غير اللي تعينوا داخل الجامعه، في اشتغل بقى في اقسام مختلفه، اللي اشتغل في قسم البيزنس ديفلوبمنت، في الاي تي وهكذا. فدي حاجه نفتخر بيها كمان، تشوف حضرتك ولادك اللي انت ربيتهم من 4 سنين بيشتغلوا ويبقوا زمايلك في الشغل. طيب هل ممكن حضرتك تشرح للساده المشاهدين، لانه حصل لغط على الطريق، انا عارف الطريق بس مش هتكلم عليه، عايز حضرتك تتكلم وتقول للساده المشاهدين الطريق اللي حصل فيه الحادث ده ايه، عباره عن ايه؟ هو ده الطريق اللي نازل من جامعه الجلاله على العين السفنه. أيوة. طبعا الطريق فيه بعض السواقات الشديده، وكان الاتوبيس كبير يعني 50 راكب، يعني فلم يتحمل هذا الطريق، والنيابه بتحقق في هذا الموضوع، وصدر يعني بيان من معالي النائب العام للشرع محمد شوقي. نعم، عاملين تحيات. بالظبط يا فندم، بالظبط. فقيد التحقيق وادى الى الحادث الاليم اللي احنا شفناه. طب معلش مره تانية، هل الطريق ده مخصص لاتوبيسات ولا لا؟ هو المفروض الطريق ده ما يبقاش فيه اتوبيسات، يعني المفروض ما بينزلش فيه اتوبيسات، وده واحد من الاسباب اللي ادت لهذا الحادث الاليم. حب يختصر بالظبط، حب يختصر الطريق بالظبط، مش كده؟ بالظبط، هو المفروض ما كانش، بس احنا تحدثنا في هذا الموضوع بحيث ان يتم تلافي هذا تماما، وتم التحرك السريع في هذا طيب مسألة الأمان كجامعة غير التحقيقات النيابة العامة بتجريها، هل حضرتك بالنسبة للجامعة أجريتوا هذا التحقيق داخل الجامعة، تعرفوا التفاصيل اللي حصلت، ولا تركتوا الأمر كله النيابة العامة؟ طبعا ده دور النيابة العامة، ولكن احنا دورنا بقى ان احنا نوعي ولادنا، وده دورنا، ده دورنا كجامعة ان احنا نوعي ولادنا ونكون جنبهم وندعمهم. وكمان طبعا بنتاكد على كل الاتوبيسات اللي هي تابعه للجامعه، اللي هي مع الشركات اللي احنا متعاقدين معاها، والتحليل الدوري للسائقين، ده حاجه من الحاجات الاساسيه. كمان تحدثنا مع الجهات المسؤوله بحيث ان يكون على طول في تحليلات فوريه حتى للسائقين الغير تابعين للجامعه، اللي هم بيبقوا حضرتك عارف برضو الجامعه كبرت وفي عدد كبير وبيبقى في ميكروباصات او يعني اتوبيسات خارج اسوار الجامعه، فبرضو احنا طلبنا من الجهات المسؤوله وعلى طول طلبتم من الداخليه ولا من طبعاً الداخليه والصحه؟ طبعا يا فندم، يكون على طول في تحليلات فوريه لجميع السائقين. طبعا يا فندم، حتى لانه ثبت انه السائق اللي عمل الحادثه انه يعني عايز اقول ايه، مدمن مخدرات، يتعاطي مخدرات، ثبت بقرار من النيابه العامه طبقا للطب الشرعي والاجراءات اللي عملوها. تمام يا فندم، ده صدر فعلا في البتاع، حتى معالي دوله رئيس الوزراء النهارده ذكر هذا في بيانه. نعم. بعد في المؤتمر الصحفي النهارده. مظبوط يا فندم، والتجديد على
الامان في الطرق، وده حاجه من اللي معالي دوله رئيس الوزراء ذكرها النهارده. اتكلمتوا على المنحه اللي هي 50% للمصابين طلبه؟ وده حتى تمام التخرج يا فندم ان شاء الله. نعم. وتحمل كل نفقات العلاج مش كده؟ طبعا يا فندم، دي تبقى حاجه احنا بنعملها من اول ما الجامعه، مفيش حاجه اسمها حد من ولادنا يكون محتاج اي علاج مهما كان المبلغ اللي مطلوب، احنا على طول بنتحمله. وطبعا اقل حاجه ان احنا بالنسبه لاولادنا اللي توفوا ان يكون احنا واقفين جنبهم، ورد كامل المصاريف ده حاجه ما نتكلمش فيها اصلا، يعني ان مفيش حاجه تعوضنا عن فقد شهداء العلم. صحيح. حضرتك شفت الاسر اللي اولادنا ويعني اتكلمتوا معاهم، شفتوهم ضحايا؟ طبعا. شهداء ال 12 طبعا يا فندم، طبعا يا فندم، طبعا يا فندم. وفي دعم نفسي ليهم، وعلى طول في وفد من الجامعه داخل المستشفى. انا اول ما اولادي حصلت الحادثه دي على طول اتحركت، كان معالي المحافظ معايا وممثلين من وزاره التعليم العالي جم على طول، وممثلين من وزاره الصحه، الدوله كلها اتحركت يا فندم علشان تطمن على ولادنا ونبقى في دعم ليهم ودعم طبعا لاسر شهداء. طيب من خلال برنامجنا عايز سيادتك رساله لاولادنا ولاسرهم، ويعني كل ولادنا اللي موجودين في جامعه الجلاله واسرهم كمان، عشان نبقى بنطمن كمان عائلاتهم واسرهم في كل مكان، واعتقد معظم محافظات الجمهوريه موجودين عند حضرتك، وبالتالي هم امانه عندكم. لا يا فندم، هي مش معظم، هي كل محافظات كل الجمهوريه ممثله في جامعه الجلاله الحمد لله. انا النهارده قلت لهم كلمه واحده، قلت لهم انتوا ولادي، وهم فعلا ولادي، انا ولادي في نفس سنهم. وده حاجه انا فحك بتبقى يعني دول في عينينا، احنا بنبذل اقصى ما نستطيع علشان نكون موفر لهم التعليم الجيد، مش الجيد، التعليم على مستوى عالمي. احنا متعاقدين او متفقين مع واحده من اكبر الجامعات على مستوى العالم، هي جامعه اريزونا، دي نمره واحد في الابتكار في امريكا. فدي حاجه من الحاجات اللي احنا نفتخر بيها، نوفر لهم اساتذه على اعلى مستوى. عوامل الامان حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي احنا بنشتغل عليها، وزي ما حضرتك قلت ان في تحديات بنحاول نتغلب عليها، ان يكون في سكن امن للولاد، دي حاجه حريصين عليها، وبنزود الساعه الاستيعابيه. الحمد لله كبر الجامعه زي ما حضرتك قلت كان سريع جدا، فالحمد لله احنا علشان كده بنواجه اقبال ما شاء الله، يعني حاجه نفتخر بيها الحمد لله. الحمد لله حضرتك، احنا اول ما ابتدينا كنا 1200 طالب يا فندم. نعم. اقل من اربع سنوات احنا الحمد لله وصلنا حوالي 12000 طالب، فحاجه نفتخر بيها. انا بقول لهم طمنوا على اولادكم، دول في عينينا، دول ولادنا، يعني زي ما هم ولادكم، هم بيقعدوا معانا اكتر ما بيقعدوا معاكم، ان اغلبهم بيبقوا قاعدين وبايتين في الجامعه. احنا جامعه مفتوحه 24 ساعه يا فندم، ان هم عايشين معانا، بيبقى معانا كل الاكتيفيتيز بنعملها معاهم، بنوفر لهم احسن سبل العلم، وكمان في نفس الوقت نوفر لهم سبل الامان في الانتقالات، سبل الامان في السكن اللي هم فيه، لان ده دور من الادوار اللي احنا لن نتنصل عنه. بعض الناس، وانا برضو يعني حابب انه حضرتك تبقى ترد حتى على ما يتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، انه عملتوا الجامعه دي في الصحراء وما عملتولهاش خدمات. لا يا فندم، هي مش في الصحراء، ولكن احنا الحمد لله في خدمات، ونفتخر ان داخل اطار الجامعه كل الخدمات بنحاول نوفرها. زي ما حضرتك قلت، العين السخنه على بعد 20 دقيقه، وبنحاول احنا بنشتغل بكل قوه، والدوله بتدعمنا ان اي خدمات مش موجوده نقدر نوفرها، لان هي المدن بتعمر بالعلم يا فندم. بتعمر بالجامعات. في مدن كتيره في العالم كلها قامت على الجامعات. احنا لما اتكلمنا على بوسطن واتكلمنا على جامعات دول، مدن كتيره جدا على مستوى العالم، اوكسفورد، كلها قايمه على الجامعه. وده مثال لاول مره بيحصل في الجلاله، قائمه على جامعه الجلاله، جامعه يتعمل منها مجتمع متكامل، مناره للعلم يا فندم، مناره ان شاء الله للعلم. يمكن في المنطقة ما كانش فيه، اعتقد فيه نقطتين اسعاف على محطتين وقود على طريق الجلالة، مش كده؟ مظبوط يا فندم. دول اقرب حاجة ليكم، لكن احنا عندنا نقطة اسعاف داخل الجامعة، ودي بالتعاون مع مرفق الاسعاف، ولكن احنا طلبنا ان احنا نزود. طلبنا كمان ان احنا نزود، يبقى في نقطة للمطافئ داخل الجامعة المدينة بالظبط. وده اللي احنا طالبينه، ومعالي المحافظ احنا عارفين ان هو هيتم تنفيذ ده في اسرع وقت، زياده عدد عربيات الاسعاف الموجوده، زياده الامان وعوامل الامان على الطرق، وده فعلا تم، وان شاء الله من بكره كان لسه عندي اتصال ان ده هيتم، بزياده عدد الرادارات والدوريات الراكبه، كل الحاجات دي احنا شغالين عليها، بحيث ان احنا
فعلا نكون مطمئنين. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا ببقى ماشي مع اولادي على الطريق ده رايح جاي كل يوم، يعني ببقى مع اولادي. نعم. انا ما بجيش مثلا انا ببقى على نفس الطريق. نعم. هم زي بالظبط، يعني دول ولادي لازم اكون حاططهم جوه عينيا، ومش انا بس، ده كل اعضاء التدريس، مجلس الامناء، وزاره التعليم العالي، دول ولادها. يعني معالي الوزير زي ما بقول لحضرتك دول ولاده، دايما على طول يطمن عليهم. طيب دكتور محمد، اذا جميع الاتوبيسات او الميكروباصات اللي هتنقل ولادنا من والى الجامعه كلها هتكون ماشيه في خطوط سير الطبيعيه او الخطوط سير المؤمنه، صح؟ دي اللي الولاد هيشتركوا فيها يا فندم، اللي هيشتركوا فيها. ارجو بقى ان احنا نوعيهم ان هم برضو يتجنبوا ان هم يروحوا لأي حاجة من خارج هذا الإطار. أتمنى هذا. طيب أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة. نروح لأخبارنا. أخبارنا إيه الليلة؟ دكتور مصطفى مدبولي النهاردة وهنتكلم عن هذا الاجتماع المهم اللي بيعمله كل أسبوع بعد اجتماع مجلس الوزراء. عمل مؤتمر صحفي النهارده الدكتور مصطفى مدبولي كالعاده اكد فيه مصر لن تدخل في حرب الا اذا حدث تهديد مباشر لحدودها او مقدراتها. يرد على السؤال اللي الاسبوع اللي فات، الهري بتاع الاسبوع اللي فات، بعد ما رئيس الوزراء اتكلم وسئل في المؤتمر الصحفي الاسبوع اللي فات ماذا لو فرئيس الوزراء قال امبارح الاسبوع اللي فات، وهنا في هذا البرنامج اكدنا عليه مليون مره، انه كل السيناريوهات عندنا بما فيها لو حصل حرب نعمل ايه. فرئيس الوزراء النهارده بيوضح تاني مصطلح اقتصاد الحرب، ليس معناه الدخول في حروب، وجاهزون لكل السيناريوهات. في دوله لازم تبقى حاطه جميع السيناريوهات بما فيها حرب هتحصل في المنطقة والإقليم تتوسع، لازم يبقى عندك ده، واتكلمنا عليه مليون مرة، إنك توفر احتياجاتك ويبقى عندك كذا، وبتجيب قمح قد إيه وقود قد إيه، وكل حاجة حصل لا قدر الله كارثة هتعمل إيه؟ بلد تبقى لا لازم تبقى جاهز كدولة، هي دي الدولة، تبقى حاطة مخططات لكل حاجة، خطة 1 و2 لحد 10، كل سيناريو قدامك، وطبيعي الدول بتبقى كده، ولكن في ناس مش عارف. لكن كويس رئيس الوزراء النهارده يعني اتكلم تاني، وبعد شويه هوريكم كمان رئيس الوزراء كلامه كفيديوهات. يعني دكتور مصطفى مدبولي، مصر تنحاز لخيار السلام المستدام وتبني قدرات القوه الشامله، مش عسكريه بس، كل حاجه، يبقى عندك قدرات القوه الشامله. الدكتور مصطفى مدبولي، جميع المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري سيستمر في التحسن الفترة المقبلة، يا رب إن شاء الله. دكتور مصطفى مدبولي، المطارات والبنوك العامة ليست للبيع، زي العالم كله، الإدارة، إدارة وتشغيل، محدش هيبيع، هتبيع مطار، هيشيل مطار القاهرة ويمشي بيه، هيشيل مطار السفنكس ويمشي بيه، ولا مطار سوهاج مثلا، ولا الغردقة، إدارة وتشغيل. وأنت عايز تجيب 30 40 50 مليون سائح، وأول امبارح السيد أحمد بغيط معانا قال لك إحنا ممكن نبقى زي إسبانيا، يجي لنا 60 مليون سائح، قال لك شواطئنا والكنوز اللي عندنا، بس محتاج قد إيه فنادق، ومحتاج قد إيه طيران، ومحتاج قد إيه تسهيلات، هو ده من أول التأشيرة وأنت جاي، ده اللي هيجيب لك السائح. السائح هيجي يقف طابور فيقول لك خلاص، لكن النهاردة أنت عملت تسهيلات كبيرة بتعملها النهاردة بما فيها التأشيرات تكون أونلاين، ويكون عندك خطوط طيران أكتر وتسهيلات كثيرة جدا، يكون عندك فنادق أكتر، غرف فندقية. هو السائح هيجي يقعد فين؟ عايز فندق أو عايز فنادق أو عايز غرف فندقية، ده اللي هيجيب لك 30 40 مليون سائح. بس دول في قد إيه وفي زمن قد إيه؟ أنت عايز تجري، طب تجري بإيه؟ تفضل مطارات على حالها، ولا يبقى فيه يعني إجراءات مختلفة وتسهيلات مختلفة وإدارة مختلفة ومنظومة مختلفة؟ ده اللي يسهل حركة السائح، يخلي السائح أول ما ينزل من الطيارة 10 دقايق ربع ساعة يبقى بره راكب عربيته أو أتوبيسه، ما يقعدش ساعة مستني الشنط والشنط جاية متكسرة وعنده مشكلة. بكل ده لازم يتسهل. مين اللي هيعمله؟ عندما تتولى منظومة مختلفة تقدر تعمل الكلام ده اللي قاله رئيس الوزراء النهاردة. لكن المطارات هتتباع، ده أمن قومي يا جماعة، يعني حتى الناس اللي بيتكلموا في الكلام ده ناس
امن قومي هبيع مطارات ازاي يعني؟ لمين؟ مطار امن قومي، مطارك مطاراتك امن قومي. والبنوك نفس الحكايه، البنوك العامه. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طبعا امبارح في زياره الامير محمد بن سلمان، دخول مشروع الربط الكهربائي مع السعوديه الخدمه، هيدخل خدمه امتى؟ في شهر يونيو القادم باذن الله تعالى. مصر والسعوديه جناح الامه العربيه، دكتور مصطفى مدبولي يحدد هدف مجلس التنسيق الاعلى بين البلدين برئاسه السيد الرئيس وولي العهد. الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية يرأس وفد مصر إلى روسيا للإعداد لقمة بريكس التي سيشارك فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هتكون إن شاء الله الأيام القادمة بإذن الله تعالى الأسبوع اللي جاي في روسيا، ومصر تشارك، السيد الرئيس يشارك بإذن الله تعالى، يترأس وفد مصر، لأنه لأول مرة نشارك بصفة عضو دائم في البريكس، لنا صوت ولينا كلمة. وعايز أقول لحضراتكم دول كتير جدا طالبة تدخل بريكس. الرئيس الروسي بوتين هيتكلم خلال القمة ديت عن أمر مهم، إن الدول أعضاء البريكس كلهم اللي موجودين دلوقتي واللي هيدخلوا جداد واللي طالبين يدخلوا عضوية، عايز أقول لحضراتكم هيطلب من الدول ألا تشارك في توقيع العقوبات الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي. يعني أي دولة موجودة في البريكس ما يكونش ليها أي دور في العقوبات. أنتوا عارفين الاتحاد الأوروبي بيوقع عقوبات على روسيا، وأمريكا بتوقع عقوبات على روسيا، وبالتالي الدول الأعضاء في البريكس، خلي بال حضراتكم التجمع ده تجمع مهم جدا وله مستقبل واعد. أنت معاك روسيا، معاك الصين، معاك الهند، معاك البرازيل، معاك جنوب أفريقيا، معاك مصر، معاك داخلين في المملكة العربية السعودية، معاك الإمارات، معاك يعني دول إيران، دول كتيرة قوية جدا داخلة في هذا التجمع، ودول تانية طالبة كبيرة أيضا تدخل هذا التجمع. فهذا التجمع له مستقبل كبير جدا، يعود بالفوائد طبعا على الدول اللي هم الأعضاء داخل هذا التجمع المهم جدا. فكل الدول دي ما تبقاش ايضا لها دور في العقوبات، لا شركات ولا عقوبات، ولا لانه هيبقى في تعاون كبير جدا وتبادل تجاري كبير جدا بين الدول، وتعامل كمان بينهم وبين العملات وبين العملات الوطنيه، وده اللي هيبقى ضربه كبيره جدا للدولار. الدول دي لما تتعامل بالعملات الوطنيه بينها وبين بعضها هيبقى ضربه كبيره للدولار، لانه خلاص حصل ما بين روسيا والصين تعاملهم حاليا ما بين بالعملات الوطنيه، وبالتالي الـ 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 العملات ما بين الصين، التبادل التجاري بين البلدين 200 مليار دولار، كل ده بإيه؟ بالعملتين الوطنيتين. اتفاق النهاردة وزير الخارجية الإسباني، وبصراحة إسبانيا دولة يعني لها كل التقدير بصراحة على مواقفها، مواقف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على مواقفه القوية جدا والداعمة للقضية الفلسطينية والداعمة للدول العربية، واللي واخدين موقف قوي جدا 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 إسبانيا من الجيش الاحتلال الصهيوني المجرم ومن نتنياهو. فالنهاردة وزير الخارجية الإسباني النهاردة موجود، كان مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي، واتفاق مصري إسباني على ضرورة وقف فوري للنار في غزة. دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجيه، وزير الخارجيه الايراني بكره عراقجي هيكون في القاهره غدا، يحمل رساله من الرئيس مسعود بازشكيان رئيس ايران، يزور مصر الخميس اللي هو بكره، لانه عامل جوله النهارده في الاردن، التقى جلاله الملك عبد الله، والتقى ايمن الصفدي وزير الخارجيه الاردني، وبعدين رايح تركيا، يعني بعد مصر هيطلع على تركيا. الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد البغيط له كل التحية النهاردة في تركيا، وقابل الرئيس أردوغان، وبعد شوية أقول لكم عمل إيه في لقائه مع الرئيس أردوغان، ده اللقاء الأول بينهم منذ خلال الثمان سنوات الماضية. أبو البغيط يدين الهجمات الإسرائيلية الوحشية على جنوب لبنان وشمال غزة. العهد الأردني يشدد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان كخطوة أولى نحو التهدئة.
جلالة الملك عبد الله لوزير خارجية إيران: المملكة لن تكون ساحة للصراعات الإقليمية، إنه لن يسمح أبداً، المملكة الأردنية لن تسمح أبداً لأي طرف، لا إسرائيل ولا إيران ولا غيرهم، إنهم يستخدموا أراضي المملكة أو سماوات المملكة أو المجال الجوي للمملكة لإطلاق هنا ولا صواريخ هنا ولا طائرات، لن نسمح بهذا الأمر. كل الدول قالت كده. مفوض عام الأونروا: حجم الدمار في غزة غير مسبوق وتدمير 67% من البنية التحتية. ألمانيا: المستشار الألماني شولتز: الإيرانيون يلعبون بالنار ونرفض مهاجمة إسرائيل. عايز إسرائيل تضرب وتكسر في الدنيا ومحدش يهاجمها. الله، ما دولة معتدية. يعني أنتم بتدعموا دايماً أي دولة معتدية، تدعم إسرائيل دمرت غزة وبتدمر دلوقتي لبنان وعايزها تدمر إيران وأنتوا تدعموها. ده عالم الغرب بقى عالم منافق، عالم منافق والله، العالم الغربي كله بلا استثناء. إسرائيل قد تدفع إيران لصنع القنبلة النووية، والكلام ده قالوا معانا من يومين السيد أحمد البغيض بالضبط في تقارير طلعت، لأن هو يومها قال كده معانا في الحوار، قال اللي بيحصل ده إيران هتجري بسرعة جدا على عتبة القنبلة، قال لك على عتبة خلاص هتدخل البيت، قال لك على عتبة اهي عشان تصنع وهتدخل تعمل القنبلة النووية، قال لك استغلوا الفترة الماضية وبدأوا يسرعوا وتيرة تصنيع الوصول لقنبلة نووية. إيران نشر، ده وزير الدفاع الإيراني النهاردة بيتريق على الأمريكان، قال لك نشر منظومة ثاد الأمريكية، الأمريكان بالمناسبة يا جماعة شركاء في الحرب، الأمريكان لا يدعموا، الأمريكان شركاء بمعنى كلمة شركاء، أمريكا موجودة في الحرب من أول ساعة سواء على غزة أو على لبنان أو على إيران، موجودة أمريكا. أي حد يقول لك كلام آخر لا تصدقه، أنا بقول لك الكلام الحقيقي، أمريكا موجودة بكل قوة من أول يوم، وقلنا الكلام ده بالمناسبة، ترجعوا اللي قلناه على مدار سنة فاتت هتلاقوا اللي أنا بقوله دلوقتي، قلته من أول يوم من 7 أو 8 أكتوبر اللي فاتت 23، أمريكا موجودة بكل شيء. النهاردة لما يبقوا الأمريكان جايبين أحدث منظومة دفاع عندهم ساد، ومين اللي بيدورها؟ اللي قدامك منظومة دي وصلت إسرائيل امبارح، مين بيدورها؟ الضباط الدفاع الجوي الأمريكي. طب أمريكا بقى شريكة ولا مش شريكة؟ مشاركة ولا مش مشاركة؟ بتدافع عن إسرائيل ولا مش بتدافع عن إسرائيل؟ بأحدث أسلحة عندها. هو مين اللي بيدي السلاح والصواريخ والقنابل والفرط؟ أمريكا. هو مين بيديهم أحدث المقاتلات؟ أمريكا. هو الإسرائيليين بيعملوا مقاتلات؟ الأمريكان اللي بيعمل كل حاجة وبيديله، يعني هو شريك في كل شيء، شريك في الإبادة في غزة، شريك في اللي بيجري في تدمير لبنان والضاحية وبيروت وكل مكان في لبنان وتدمير سوريا وضرب العراق وضرب إيران، موجود، وضرب اليمن موجود في كل ده، أمريكا موجودة في كل هذا، أمريكا شريكة في هذه الحروب، أمريكا لا تعرف شيء إلا الحرب، إلا الحرب. ادي الأمريكان اهو وصلوا قال لك ودينا وعملنا هندافع، كله هيدافع. ده قال لك لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي من شوية كان بيتكلم، قال لك احنا هندافع عن أمن إسرائيل حتى لو فرنسا ما بقتش معانا، لأنه فرنسا عندها مشكلة بالنسبة للبنان، عندهم مشكلة وعاملين أزمة مع نتنياهو. ادي الأمريكان اهو لا تصدق أمريكا. الخارجية الإيرانية للأمين العام للأمم المتحدة: مستعدون لرد حاسم حال هجوم إسرائيل علينا. ده تطورات مهمة النيابة العامة النهاردة مع المستشار محمد الشوقي النائب العام. تحقق النيابة العامة تحقق في أنشطة المراهنات عبر التطبيقات الإلكترونية. النيابة العامة فتحت تحقيقات لأنه جهات الأجهزة الأمنية وجدوا كتير من الناس أو بعض الناس يعني بيعملوا مواقع بيروجوا لها عبر شبكة الإنترنت، بيرتكبوا جرائم خاصة
المراهنات، ودي مسألة مجرمة في القانون المصري. وبالتالي طبعا بدأت النيابة العامة في التحقيقات وبيبدأوا في عمليات تحويل أموال هذه المراهنات عبر التطبيقات المختلفة، وبيستخدموا شرائح اتصالات من شركات الاتصالات المختلفة فيها محافظ إلكترونية مزودة محافظ إلكترونية عشان يتلقوا أو يحولوا، يتلقوا أموال أو يقوم بتحويل أموال وإخفاء طبيعة هذه الأموال من خلال شراء العملات الافتراضية المشفرة، وهذه مجرمة ومحظورة في مصر. النيابة العامة فتحت تحقيقات وأمرت بحبس المتهمين اللي تم ضبطهم على ذمة هذه القضايا، وتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص كل المضبوطات والمواقع والتطبيقات واتخاذ الإجراءات القانونية وإيقاف كافة الخطوط المضبوطة والمحافظ الإلكترونية المستخدمة. أيضا النيابة العامة، ولسه الأسبوع اللي فات كانوا عاملين أيضا تفتيش، والأسبوع اللي قبله كان حتى معالي النائب العام من أسبوعين عامل تفتيش أيضا في العاشر من رمضان أو وادي النطرون، والنهاردة النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل واحد وثلاثة في منطقة برج العرب، وده طبعا لإطمئنان على الإجراءات اللي بتتم وتفتيش المركز، مركز الإصلاح والتأهيل، وفريق من النيابة العامة انتقل شاف العنابر تفقدها، تحقق من نظافة جاهزيتها ملائمتها للنزلاء، وأكدوا وأنه خلوها من أي شيء ينتهك الخصوصية، لأنه كل نزيل له خصوصية. وبالتالي كمان النيابة العامة معنية بهذا الأمر مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية ومع قطاع الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية. وطبعا النيابة العامة من فريق التحقيق استمع لي أكتر من 60 واحد من النزلاء اللي هم سألوهم عن الأكل بتاعهم، عن معيشتهم، عن الظروف الصحية، طبعا عنده أي حد بيصاب بمرض بيتعالج إزاي، بيعمل عملية إزاي، هل في استجابة ليهم ولا لا. لم يجدوا أي شكوى، يعني سألوا 60 واحد نزلاء لم تكن هناك أي شكوى تقدموا بها، بل بالعكس أكدوا على أنهم بيتمتعوا بكامل الحقوق اللي كفلها لهم الدستور. وفريق النيابة العامة كمان تفقد المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل في برج العرب، وأيضا وقفوا على حال وأحوال النزلاء المترددين على المركز الطبي والانتظام في تلقي الرعاية اللائقة لهم كمعاين أيضا فريق الطبي مناطق الخاصة بالتريض، لأنه كل واحد طبقا ليه، خلي بال حضراتكم اللي ليهم ساعات تريض بيخرجوا من الأماكن بتاعتهم اللي موجودين فيها، كل واحد حسب لائحة السجون أو لائحة مراكز الإصلاح والتأهيل، بيبقى له ساعة ساعتين أربعة حسب التوقيتات المحددة، لأن كل واحد ليه توقيت محدد وليه فترة تريض، يخرج برا يتشمس يلعب رياضة، عندهم ملاعب كمان بيلعبوا كورة، بيلعبوا أنشطة رياضية مختلفة في مراكز الإصلاح والتأهيل، عندهم كمان التعليم بيعلموا فيها محو أمية أو حاجات أخرى، دور العبادة اللي موجودة في مكان للمسلمين، مكان للمسيحيين، يعني للعبادة، في مكتبة يدخلوا المكتبة فيها كتب كتيرة جدا يقدروا يطلعوا على أي كتب موجودة، في ملاعب زي ما قلت لحضراتكم، طبعا في هوايات مختلفة مش رياضات بس، حتى الحاجات الأخرى المختلفة. النيابة العامة راحوا كمان مكان الخاص بالأكل، إعداد الأكل هو المطبخ، مطبخ كبير جدا بعملية تجهيز الأكل، كمان النيابة العامة شافت بيجهز إزاي. خلي بالك حضراتكم إنه كمان في نزلاء بيكون ليهم ظروف صحية، عندهم ظروف صحية، حد مريض بسكر، حد عنده مريض بأمراض مزمنة، مش بيتساب أي أكل وخلاص، لا خالص، بيبقى محدد ليه الكميات بتاعته ونوعياتها. مريض السكر مثلا يبقى عنده فطار لازم يبقى فيه 1 2 3، الغدا كذا، العشاء كذا، بيبقى محدد، بيبقى مقنن، مش اي اكل يلا خد الاكل ده وامشي، لا مفيش حاجه اسمها كده. حد عنده مرض مزمن محتاج نوعيه معينه من الاكل، عايز ياكل اكل مسلوق بيتعمل له، اكل مثلا صحي بيتعمل له، أكل من غير ملح بيتعمل له، أنا بكلمكم بجد، ده موجود، لأنك بتراعي أولاً مين؟
ربنا سبحانه وتعالى اولا، وبتراعي ده نزيل عندك، والله بيبقوا امانه، بيبقوا والله بيبقوا خايفين عليهم لانه امانه عنده، هو بيقضي عقوبه محبوس احتياطا او بيقضي حكم، زي الواد المجرم اللي اسمه احمد دومه ده، ما قعد في السجن وبعدين خرج، ما كانوا بيعملوا كده. الواد اللي اسمه علاء ده اسمه كيف بيعملوا كده، بيشوفوا الناس دي، بيشوفوا بيراعوا، لانه بيراعي ربنا مش خايف من حد، احنا مش خايفين من حد ولكن نخشى الله جميعا، عشان كده بيراعوا كل حاجه. بقول لحاج والله لان ده شفناه لما احنا رحنا، رحت كتير بالمناسبه، مش من النهارده، من التسعينيات بدخل وبروح وفي لقاءات ولقاءات حتى داخل السجون مع النزلاء وبناء سنوات طويله يعني، عشان نرجع للتاريخ يعني. لكن زي ما بقول لحضرتك بيراعوا ربنا في كل حاجه. ولكم كل التحيه لمعالي النائب العام المستشار محمد شوقي كمان، لانه بيبقى فيه اهتمام كبير جدا بهذه الامور الخاصه بتفقد مراكز الاصلاح والتاهيل والاطمئنان الدائم على احوالها. ترند النهارده، ترند النهارده طبعا زي ما حضراتكم شايفين المخابرات العامه وقرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للسيد اللواء عباس كامل والسيد اللواء حسن رشاد، حسن محمود رشاد. اكثر مشاهده النهارده كان في زلزال في تركيا، في ملاطيا في تركيا، زلزال اكثر من 6 على مقياس ريختر، زلزال قوي، ولكن زي ما بقول لحضراتكم طبعا عمل دوشة كبيرة جدا. نشوف حصل ايه في تركيا. برجع مع حضراتكم مرة تانية، النهاردة صدر مساء هذا اليوم بيان مشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية في ختام زيارة صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية. ده البيان المشترك انطلاقا من الروابط التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الشقيقين، واستجابة لدعوة من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بزيارة رسمية لجمهورية مصر العربية بتاريخ 12/4/1446 هجرية الموافق 15 أكتوبر 2024، واستقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر الاتحادية في القاهرة، ونقل سموه إلى فخامته تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتمنياته لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق التقدم والرقي. وطلب فخامته من سمو ولي العهد نقل تحياته وأصدق تمنياته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ودوام الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق المزيد من النماء والرخاء. وعقد جلسة مباحثات رسمية استعرض خلالها العلاقات الوثيقة الثنائيات الوثيقة بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة. أشاد الجانبان بما حققته زيارة صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية خلال مدة 21/22/11/1443 الموافق 20/21/6/2022، وزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للمملكة العربية السعودية في 5/8/1443 هجرية الموافق 8/3/2022 من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين. وقد تم توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان، وعلى الجانب السعودي وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الجانب المصري، ليكون منصة فاعلة في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ودفعها نحو أفاق أرحب بما يعزز ويحقق المصالح المشتركة.
ثمن الجانب المصري الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مشيدا بمستوى التنسيق العالي بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من جمهورية مصر العربية. وقدم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لصاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بمناسبة فوز مدينة الرياض باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، وثمن سمو ولي العهد دعم وتأييد حكومة جمهورية مصر العربية لترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034. أشاد الجانبان بمثانة الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بما فيها هو بيان طويل جدا جدا جدا، هحاول أخذ فقرات منه سريعة عشان وقتنا كمان، ولكن بيان مهم قوي قوي، بما فيها قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والزراعة والسياحة. أكد أهمية تعزيز جهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين. وأشاد الجانبان المصري والسعودي بمستوى التجارة بين البلدين، بلغ حجم التبادل التجاري حتى النصف الأول من عام 24 ما يقارب 8.4 مليار دولار، بمعدل نمو 41% مقارنة بنفس الفترة من عام 23. تعد المملكة الشريك التجاري الثاني لجمهورية مصر العربية على مستوى العالم. أكد الجانبان أهمية استمرار العمل المشترك بين البلدين لتنمية حجم التبادل التجاري وتذليل أي تحديات قد تواجه تنمية العلاقات التجارية واستمرار عقد مجلس الأعمال المشترك وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية والوفود التجارية والاستثمارية وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية لبحث الفرص المتاحة والواعدة في ضوء رؤية المملكة 2030 ورؤية مصر 2030 وتحويلها إلى شراكات ملموسة. نوه الجانبان المصري والسعودي بأهمية رفع وتيرة التكامل الاستثماري واستمرار الجهود الحثيثة من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين. وأكد على أهمية متابعة تنفيذ نتائج اجتماعات الدورة 18 للجنة السعودية المصرية المشتركة والاتفاقات الناتجة عنها، والتي أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتعزيزه في عدد من المجالات. رحب الجانبان بتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات اللي وقعت امبارح المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية لتمكين وتعزيز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في جميع المجالات بين البلدين، وتوفير بيئة استثمار محفزة وجاذبة للقطاعات الواعدة والاستفادة من فرص استثمارية في البلدين. أكد الجانبان المصري والسعودي أهمية استقرار أسواق النفط العالمية. أشاد الجانب المصري بدور المملكة في دعم توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها وفي موثوقية الإمدادات بصفتها المصدر الأكبر للنفط الخام على مستوى العالم. أشاد الجانبان بتقدم العمل في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الشبكة السعودية والشبكة المصرية الذي يعد أكبر مشروع ربط كهربائي في المنطقة، وأكد أهمية تعزيز التعاون القائم في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتقنياتها وتطوير مشروعاتها وفرص الشراكة في هذه المجالات، وأشاد بالتعاون. خلي بال حضراتكم، بيان مهم جدا جدا جدا، البيان ده في كل المجالات وأهمية هذه الزيارة التي قام بها امبارح الأمير محمد بن سلمان والتنسيق المصري السعودي، البيان ده في كل شيء، في كل بيان قوي جدا. وأشاد بالتعاون القائم فيما يتعلق بإمدادات النفط السعودي الخام ومشقاته والبتروكيماويات والمغازيات الزراعية لجمهورية مصر العربية، واستمرار بحث فرص التعاون المشترك في هذه المجالات بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالميا. اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاعات المباني والنقل والصناعة، ورحب ببحث سبل التعاون بينهما في مجال الهيدروجين النظيف وتطوير التقنيات المتعلقة بنقل الهيدروجين وتخزينه وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال مشروعات الهيدروجين النظيف. أكد الجانب السعودي دعمه لخطط التحول الأخضر في جمهورية مصر العربية والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والهيدروجين. أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في عدد من المجالات بما فيها الابتكار والتقنيات الناشئة
ومنها الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة والتقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية في تطبيقات متنوعة في المجال الصناعي والإنشائي وتطوير المحتوى المحلي بالمساهمة في تحديد منتجات والخدمات ذات الأولوية في مجال مكونات قطاعات الطاقة والعمل على توطينها لرفع الناتج المحلي. وبعد كده اتكلموا على التغيرات المناخية، ثم أهمية تعزيز الشراكة في المجالات الاتصالات، التقنية، الاقتصاد الرقمي، الابتكار، الفضاء، نقل، خدمات لوجستية، قضاء، عدل، مكافحة فساد، ثقافة، سياحة، برامج أنشطة رياضية، تعليم عالي، بحث علمي، إعلام، صناعة والتعدين، حماية البيئة، تنسيق بين البلدين لتوحيد الرؤى والتوجيهات في المنظمات المعنية بالطيران المدني بما يحقق مصالح البلدين في الجانبين الدفاعي والأمني. عبر الجانبان عن عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة للبلدين، وأشاد بمستوى التعاون والتنسيق الأمن القائم بينهما، وعبر عن رغبتهما في تعزيزه خاصة في مجالات مكافحة الجرائم بجميع أشكالها ومكافحة المخدرات وجرائم الإرهاب والتطرف وتمويلهما وأمن الحدود وأمن السبراني، وذلك من خلال تبادل معلومات في هذه المجالات بما يسهم في دعم وتعزيز أمن واستقرار البلدين وتحقيق الأمن والسلم الدوليين. اتفق الجانبان المصري والسعودي على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح ومحاربة الغلو والتطرف. وعلى فكرة الملف ده هبقى أتكلم عليه يومين جايين، ملف مهم قوي، الغلو والتطرف وخطاب الكراهية والإرهاب والتصدي المفاهيم والممارسات التي تتعارض مع القيم الإسلامية والعربية. بعدين الأوضاع في فلسطين، وأعرب الجانبان عن بال خلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وما شهد القطاع من حرب وحشية راح ضيعتها أكثر 150 ألف من الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء نتيجة الاعتداءات الشنيعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. شدد على ضرورة السعي لهدنة مستدامة ووقف دائم لإطلاق النار، رفع الحصار عن قطاع غزة وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي وقانون الدول الإنساني. أدان الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية في القدس، معبرين عن رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير وضع التاريخ والدين والقانون القائم. أكد ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ثمن الجانب المصري استضافة المملكة العربية السعودية لقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض وما نتج عنها من قرارات أسهمت في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية الإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين. أشاد بقيادة المملكة للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة وترأسها للجنة الوزيرية المكلفة من القمة وما تبذله اللجنة من جهود في سبيل بلورة التحرك الدولي لوقف العدوان على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعات الدولية المعتمدة. ثمن الجانب السعودي الجهود المصرية الدؤوبة منذ بداية العدوان على قطاع غزة والدور المحوري الذي تقوم به مصر في السعي للتوصل لوقف إطلاق النار، وكذا قيادتها المقدرة لعملية تنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، ورحب في هذا الصدد بإطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بالشراكة من الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج، وجدد دعوتهما لبقية الدول لانضمام إلى هذا التحالف. كما ثمن الجانب المصري مقترح المملكة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في مدينة الرياض. أكد الجانبان في هذا الصدد تطلعهما لخروج القمة بقرارات تسهم في وقف العدوان وحماية الشعب المشروع حقوق المشروع للشعب الفلسطيني. رحب الجانبان بالقرارات الإيجابية المتخذة من عدد من دول بالاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة. جدد دعوة بقية الدول التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية المصارعة في اتخاذ خطوات مماثلة بما يسهم في دعم مسار موثوق لتحقيق السلام العادل وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. في الشأن اللبناني أعرب الجانبان عن بال قلقهما من التصعيد الإسرائيلي في لبنان. أكد حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية والمحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية. عبر عن تضامنهما الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق في الأزمة الراهنة. شدد على أهمية تمكين الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها من القيام بواجباتها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وأهمية دور الجيش اللبناني في حفظ أمن واستقرار لبنان.
كما جدد الجانبان على التأكيد على أهمية اطلاع المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته والعمل على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان وعدم اتساع نطاق الصراع القائم في المنطقة، مشددين على أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف وقرارات الدولية ذات الصلة شأن اليمني. أكد الجانبان دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية وأهمية الدعم الكامل لجهود الأممية والإقليمية لوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يضمن الشعب اليمني الشقيق وحدة بلاده واستقرارها. أشاد الجانب المصري بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية لتشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن. أشاد الجانب السعودي بالدور المصري في خفض التصعيد في المنطقة ودعم جهود التسوية الشاملة للأزمة اليمنية بما يلبي تطلعات الشعب اليمني. وأكد الجانبان أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام. أكد الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لارتباطها بمصالح العالم أجمع وضرورة تجنبها أي مخاطر أو تهديدات تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وحركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي. في الشأن السوداني أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار من خلال منبر جدة بين طرفي النزاع السوداني وصولا إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق والمحافظة على وحدة السودان وسيادته وكافة مؤسساته الوطنية. في الشأن الليبي كل القضايا أكد الجانبان دعمهما لحل الليبي وخريطة الطريق للترعاية للأمم المتحدة ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة لتوصل إلى حل سياسي وصولا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على التوازي، توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وحدة الجيش الليبي، خروج جميع القوات الأجنبية والميليشيات والمرتزقة من ليبيا لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي. في الشأن الصومالي أشاد الجانبان بما حققه الصومال تحت قيادة فخامة الرئيس حسن شيخ محمود من إصلاحات وإعادة للأمن والاستقرار في كثير من الأقاليم الصومالية، واتفق مصر والسعودية خلوا بالكم على أهمية دعم المجتمع الدولي للصومال من أجل استكمال مهمة القضاء على الإرهاب. رحب الجانبان بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي برفع حظر السلاح عن الصومال وقرار إعفاء الصومال من الديون من قبل الدائنين الدوليين، وأكد على قرار جامعة الدول العربية بتاريخ 17/1/24 بشأن دعم الأمن والاستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه. شدد على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وتغليب الحكمة وتجنيب المنطقة مخاطر التوتر والنزاعات. رحب الجانب السعودي بالجهود المصرية لدعم الاستقرار والحفاظ على وحدة وتكامل الأراضي الصومالية، وأثنى الجانب السعودي على العرض المصري للمشاركة في بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال وبما يسهم في استعادة الأمن والسلام وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي. في ختام الزيارة أعرب الأمير صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن شكره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعن أطيب تمنياته للشعب المصري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، وعرب فخامته عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية لصاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والمزيد من التقدم والرقي للشعب السعودي الشقيق. بيان مهم جدا جدا، ما كانش ينفع ما اقولوش لحضراتكم، مهم قوي عشان بيكشف أهمية هذه الزيارة والاتفاق بين مصر والأشقاء في المملكة العربية السعودية. نروح للمتحف المصري الكبير النهاردة، بداية الافتتاح التجريبي متحف المصري هدية مصر للعالم، واحنا كده داخلين على إذانة إن شاء الله لتحديد موعد رئاسي للافتتاح الرسمي إن شاء الله. متحف النهاردة فيه حوالي 57,000 قطعة أثرية، حاجة عظمة، متحف بصراحة. شايفين حضراتكم، بدعو جميع الناس كلها تروح المتحف، والسياح الموجودين يروحوا، عرب وأجانب يروحوا، والمصريين يروحوا اتفرجوا على المتحف. مصر عاملة ايه؟ عملت إعجاز والله. المتحف ده هيكون أفضل شيء. احنا بنتكلم النهاردة على متحف للتشغيل التجريبي مفتوح للجماهير ومفتوح لوسائل الإعلام، واحنا رحنا صورنا النهاردة تقرير مهم جدا جدا يوريكم المتحف ده. المتحف مش مجرد آثار بس
وتاريخ وحضارة، لا كمان تروح الناس أسر تروح تقضي وقت جميل جدا وتاخد ولادها وتنبسط هناك في مطاعم وفي كافيهات وفي منتجات مصرية وحاجات تشتروها وحاجة جميلة جدا. في حاجات خاصة بالواقع الافتراضي، كنا الحضارة المصرية 4-5-6-7 آلاف سنة، الواقع الافتراضي هتشوفه قدامك كده حاجات جميلة جدا وحاجة رائعة. فرجوا وروحوا شوفوا المتحف المصري الكبير لافتتاح التجريبي، شوفوا معانا زي ما بقول لحضراتكم فيه. هتشوف كمان في جناح خاص بالملك توت عنخ امون 5000 قطعه لاول مره هيكونوا في مكان واحد هنا في المتحف المصري الكبير، هديه مصر للعالم. اتفرجوا يا مصريين وكل مشاهدينا في كل مكان يتفرجوا على مصر والروعه، مصر دائما رائعه رائعه. ايوه اتفرج على المتحف المصري الكبير. وتتوالى الدولة المصرية في تحقيق الإنجازات وجعل المستحيل والحلم حقيقة مبهرة على أرض الواقع. فمن داخل أكبر صرح ثقافي حضاري تقدمه الدولة المصرية في القرن 21 هدية لعشاق الحضارة والآثار والثقافة بالعالم أجمع، إنه المتحف المصري الكبير الذي تم افتتاحه تجريبيا مجهزا بأحدث التقنيات التكنولوجية وبمساحة إجمالية تقدر ب 117 فدان، وأيضا يضم قرابة 100,000 قطعة أثرية. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. فخر لكل المصريين، فخر لكل العالم ان احنا عندنا نكون هذا الصرح الثقافي العظيم اللي هو بيعرض حضارة واحدة، الحضارة المصرية العريقة، متحف ليس له مثيل في متاحف العالم. اكبر متحف يعرض حضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة. احنا عندنا حتى الان في المتحف المصري الكبير 57,000 قطعة اثرية تم نقلهم من عموم الجمهورية ابتداء من الاسكندرية وحتى منطقة اسوان. التذاكر هتكون في متناول الاسرة المصرية، في متناول الجميع. احنا المتحف ومش مكان فقط لعرض الاثار، ولكن المتحف به كل ما يحتاجه الزائر. عندنا منطقة تجارية على اعلى مستوى فيها المطاعم والكافيهات والأوفيشال جيفت شوب موجود، وبالمناسبة برضو المتجر الرسمي بيعرض المنتجات والمستنسخات المصرية بمنتجة بأيادي مصرية، ودي الأول مرة بنلاقيها إن إحدى الشركات الوطنية هي اللي بتقوم بتصنيع هذه المنتجات وتسويقها. وحقوق الملكية الفكرية والأدبية الحمد لله، لما حضرتك عارف إن هذه المنتجات كانت بتستورد من الخارج. بالإضافة إن إحنا عندنا متحف للطفل داخل المتحف المصري الكبير بيعلم الطفل الانتماء وبيعلمه حبه للحضارة المصرية القديمة، يقدر يتعامل مع الفنون ازاي، يقدر يبدع يبتكر. عندنا ايضا قاعة لمحاكاة الواقع الافتراضي، بمعنى حضرتك بترتدي نظارة وبهذه التجربة الفريدة بترجع الاف السنين اللي عاشها القدماء المصريين، وبتحكي قصة جميلة جدا اللي هي تطور بيئة الدفن عند المصري القديم من اول ما بدأ ببير حتى انتهى بالاهرامات. عندنا ايضا في المتحف متحف اخر نوعي من افضل المتاحف، وبكل فخر بقول من افضل المتاحف على مستوى العالم، هو متحف نوعي بيحتوي على قطعتين فقط، هي القطع اكبر قطع واقدم قطع في الحضارة عامة في العالم كله، اكبر اثار عضوية موجودة، هي مركب الملك خوفو الاولى ومركب الملك خوفو الثانية في بانوراما عرض رائعة لاول مرة هيتم عرض المركبين جنبا الى جنب. بالإضافة إلى الحدائق والمنتزهات اللي هي موجودة في المتحف، فالمتحف مؤسسة ثقافية حضارية متكاملة بكل ما يحتاجه الزائر سواء المصري والعربي والأجنبي. عشان كده بدأنا بتجربة التشغيل التجريبي للوقوف على تقديم أفضل خدمة سياحية تليق بهذا الصرح العظيم. ودي أول زيارة، أنا أول ما عرفت إن القاعات الملكية اتفتحت قلت لا لازم أجي بقى، يعني بجد بسم الله ما شاء الله، يعني المتحف مشرف أوي لبلدنا، ودي حاجة عظيمة اتعملت ومصر بتتطور جدا، وبجد أنا فخور إن أنا مصري. يعني أنا زرت فرنسا، أمريكا، روسيا، بولندا، رومانيا، رحت بلاد كتير قوي. لا مصر مختلفة، وكمان أكتر حاجة بتبسطني أو بتضايقني في نفس الوقت إن أنا ما بروح بلاقي بصمتنا موجودة، يا إما اتخذت من زمان ونفسنا يعني إن هي ترجع، بس في الآخر بصمة المصري أو القدماء المصريين اللي هم أجدادنا موجودة في كل مكان، وهم لحد دلوقتي إحنا مش عارفين هم إحنا عملنا الحاجات دي إزاي، فإحنا بنبهر العالم سواء في بلدنا أو برا.
ودي حاجة مشرفة يعني. أول زيارة لي للمتحف المصري، بس ماشي أول زيارة للمصر. والمتحف ما شاء الله حلو جدا وفيه تماثيل حلوة جدا وعجبني بزاف بزاف صراحة. المتحف هذا نقلة نوعية وجميلة جدا حتى في تاريخ مصر، يعني ما توقعنا، انبهرنا جدا بهالتطور الكبير جدا. وتحية لكل القائمين على المتحف هذا، بالذات الدكتور زاهي حواس اللي دائما أتابعه وأسمع الأخبار الحلوة الطيبة منه دائما. المتحف جميل جدا والتماثيل روعة، أنا انبسطت قوي وكل أحد لازم يجي ويشوف التماثيل دي. أنا مبسوط إن أنا زرت متحف مصري كبير، حاجة جميلة. أنا مش متخيل إن الكواليتي والجودة والنظام هيكون بالشكل ده. أول حاجة النظام كويس جدا زي المتاحف اللي بتشوفها برا مصر، بتروح بتلاقي نفس التكنيكس، نفس التكنولوجي ونفس النظام، تيكتس الكترونيكس، تيكتس نظام معتمد، الناس منظمه، الاستعلامات انت لو حبيت تسال اي حد اي سؤال هيوجهك بطريقه كويسه وطريقه ظريفه جدا. فانا منبهر جدا وسعيد، يعني حاجه شايف ان دي حاجه مشرفه جدا يعني لمصر. يعني ما كنتش متخيل انا اشوف حاجه جميله زي كده، صرح مهول يعني، حاجه تحفه بنتشرف بيها يعني. انا بصراحه فرحان اول ما شفت العدد ده من السياح، حسيت ان احنا عندنا حاجه جميله قوي الناس لازم تشوفها. بصراحه كل اللي احنا شفناه في الصور غير اللي على الحقيقه، في هيبه رهيبه، سو امبرسيف، الديتيلز حلوه جدا والتفاصيل كلها حلوه جدا. ام سو براود بصراحه ان حاجه زي كده معموله يعني، والناس كلها يعني هنتشرف بيها وده من العالم كله. يستقبل المتحف المصري الكبير في الافتتاح التجريبي له حوالي 4000 زائر يوميا بحد اقصى. فالهدف من التشغيل التجريبي تقييم جاهزيه الاستقبال للجمهور وتحديد اي نقطه تحتاج الى تحسين. ويستطيع الزائر ان يتجول داخل عرض اثري تاريخي لفترات عصور ما قبل التاريخ وعصور ما قبل الأسرات وبداية الأسرات والدولة القديمة والوسطى والحديثة والعصر اليوناني والروماني المتأخر وحتى عصر الانتقال الثالث، وهو الأمر الذي نال إعجاب جميع الزائرين من مختلف دول العالم. عاصم الشندويلي لبرنامج على مسؤوليتي. النهارده الرئيس التركي أردوغان يستقبل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجميع الدول العربية الذي يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا في مقر الرئاسة التركية في العاصمة أنقرة. وعقد اجتماع مع الرئيس التركي، وطبقا لتصريحات المتحدث باسم الأمين العام المستشار جمال رشدي، أكد أن اللقاء مع الرئيس التركي أردوغان تركز حوالين الأوضاع الخطيرة في المنطقة، تطورات متعلقة بالقضية الفلسطينية وما يرتبط بها من أوضاع ومواجهات. وأكد أن الأمين العام أعرب خلال لقاء مع الرئيس التركي في العاصمة التركية أنقرة عن تقدير المواقف التركية في دعم القضية الفلسطينية، واللي عبر عنها الرئيس التركي والدبلوماسية التركية أيضا. وأوضح أن الأمين العام أنه زيارته إلى تركيا بتأتي تجسيدا للتطورات الإيجابية اللي ميزت العلاقات التركية العربية. كان قال لنا نفس الكلام ده أول امبارح في الحوار خلال الفترة الماضية. ذكر متحدث باسم الأمين العام أن اللقاء مع الرئيس التركي أردوغان شهد توافقا على أهمية ممارسة المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة ولبنان بأسرع وقت، وإدخال المساعدات الغذائية والطبية بشكل عاجل إلى القطاع على نحو مستدام لتلبية حاجات السكان المحرومين من جميع الخدمات الحياتية الأساسية. تم التأكيد على ضرورة دعم الأونروا اليوم أكثر من أي وقت مضى، دعمها سياسيا وماليا لاستمرار بعملها المحوري في مساندة الشعب الفلسطيني الصامت. أضاف المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية أنه كمان التقى الأمين العام للجامعة السيد أحمد البغيط مع هاكان فيدان وزير الخارجية التركي. وخلال هذا اللقاء أيضا تم التأكيد أيضا على تطرق اللقاء لبحث سبل تكثيف العمل الدبلوماسي والقانوني على الصعيد الدولي، تعزيز الزخم المناهض لاستمرار جرائم الاحتلال سواء في غزة والضفة ولبنان، محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم اللي ارتكبوها بحق المدنيين، والتحذير من تداعيات السلوك الإسرائيلي العدائي على استقرار المنطقة بأكملها، والتأكيد على ضرورة الضغط على الدول الغربية لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل. تأكيد أيضا على استمرار عمل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية والمشتركة للضغط
من أجل تطبيق حل الدولتين باعتباره الحل السياسي الوحيد للصراع الفلسطيني. طبعا تطرقوا إلى أيضا ما يجري في ليبيا وسوريا والعراق. خلينا نروح سريعا لأنه الأمين العام في الحوار معانا اللي استمر يومين الحد والاثنين، من يومها الأمين العام بيتعرض طبعا لحملة منهجة من طور الظلام، طور الظلام والطابور الخامس، وكل واحد إيه حملة رهيبة جدا جدا، سابوا كلامه عن فلسطين والقضية الفلسطينية وهجومه الكبير على الجيش الاحتلال وعلى دعم القضية ودعمه إيه، وسابوا الكلام ده وراحوا دوروا على الأكل والساندوتش بكام وفي نيويورك وفي لندن، سابوا يعني الناس اللي بيتكلموا على القضية ويدافعوا عن القضية سابوا كل ده وراحوا ليه. بس هو الموضوع مش كده، الموضوع لأن هو اتكلم على المؤامرة وعلى الفوضى بتاعت 11، فهو اتكلم ودايما الامين العام احمد ابو غيط بيقول كده من 11 واحنا جايين، ما غيرش كلامه، هو موقفه واضح وكتبه في كتاب بشكل واضح على اللي حصل في مصر 2011. ولا طبعا بداوا ايه يستلموه بقى، انه اتكلم على مشاكلهم واتكلم على المؤامره والدور ايه والوضع وامتداده، فطلعت اللجان كلها، عارف الصراصير اللي طلعت، طلعت اللجان صراصير تحالف الإخوان والطابور الخامس واللجان اللي جوه مصر واللي بره مصر، لجان كلهم لجان. كتب السيد البابلي في الجمهورية مقال النهاردة عنوانه أبو الغيط باراك أوباما والمؤامرة. سريعا، ظهر الدبلوماسي المحنك المخضرم الهادئ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في حوار تلفزيوني يذكرنا بالمؤامرة التي تحاك على مصر وينبه شعب مصر أن يستعيد ذاكرة التاريخ. هو بالظبط اللي قاله كده، يعني هو بيقول له خلوا بالكم، والأحداث ليتعرف على حجم المؤامرة، المؤامرات الداخلية والخارجية التي استهدفت إسقاط مصر. ويقول أبو الغيط في ذلك في الحوار طبعا وكتبه البابلي أن قوة مصر في المنطقة لا ترضي بعض الأطراف، وأن ما حدث في يناير 11 لم يكن الهدف منه إسقاط مبارك بل إسقاط الدولة المصرية وضعف قدرتها. أبو الغيط على حق، هكذا قال السيد البابلي، فمنذ وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الحكم وهو نقطة التحول في علاقة أمريكا بمصر وفي رؤية جديدة للشرق الأوسط تقوم على ثلاثة محاور، لذلك دفع الأمريكان بالإخوان للحكم مقابل تقديم تنازلات ومن أجل إسقاط نظام مبارك الذي تصدى لهذا المخطط من قبل، وحدث ما حدث وجرى ما جرى وسقط النظام مبارك وأرادوا معه إحداث فتنة داخلية وإثارة حرب أهلية وتصدير الفوضى إلينا، ونجونا من عواقب كل ذلك بالرحمة الإلهية وبتحالف وثقة الشعب في قواته المسلحة، وحيث تمت الإطاحة بالإخوان وإنقاذ مصر وإفشال المؤامرة. كلام محترم بالمناسبة، هو دي الحقيقة اللي قالها الأمين العام، والتاريخ قال كده، والتاريخ قال كده، عشان كده هم مش سايبين الأمين العام لأحمد أبو غيط، ولكن أحمد أبو غيط لا ينظر لهؤلاء أبدا، لا بصلهم ولا يبصلهم، لكن هتكلم عليهم، أنا هتكلم عليهم بإذن الله تعالى، بإذن الله. خلي بال حضراتكم لأنه مهم قوي حضرتك تعلم عندما تتكلم وتكشف حقائق، لأن هم بيحاولوا يزيفوا الحقائق، وحضرتك لازم تكون طول الوقت على دراية كاملة بالمخطط الحقيقي اللي استهدف الدولة المصرية في 2011 اللي هو إسقاط الدولة، ما كانش إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك أبدا، الدولة بالكامل جيش وشرطة ومؤسسات، كنا هنبقى زي الدول بقت، ما هي الدول انت شايف الصورة اللي قدامك. هنكمل إن شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شكرا إن شاء الله بإذن الله تعالى يوم لا قبل ما أخرج، لأنه حاجة مهمة، حاجة مهمة. المستشار حنف الجبالي في مؤتمر مهم جدا، فيديو المستشار حنف الجبالي معانا قبل ما نختم، معانا المستشار حنف الجبالي يشارك في مؤتمر الدولي البرلمان، مؤتمر مهم جدا 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 جدا، اتكلم فيه على مصر، اتكلم فيه على القضية الفلسطينية، اتكلم فيه على الدعم الكامل اللي بيتم دولة ودور الدولة المصرية، اتكلم على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، كلمة مهمة جدا تحدث
ذكرها النهاردة وتحدث فيها المستشار دكتور حنفي جبار رئيس مجلس النواب المصري خلال اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، وجلسة وبيان مهم وكلمة قوية جدا معبرة عن مصر، معبرة عن البرلمان المصري. نتابع ماذا قال المستشار حنفي جبال رئيس مجلس النواب. أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية، السيدات والسادة الحضور، يسعدني في مستهل كلمتي أن أعرب عن اعتزازي بوجودي بينكم وبتجدد انعقاد اجتماعات اتحادنا الموقر والذي مثل عبر التاريخ محفلا برلمانيا عريقا ومرموقا لتبادل الآراء وتعزيز التشاور البرلماني العالمي. الحضور الكريم، لعلكم تتفقون معي أن الاتحاد البرلماني الدولي قد دأب منذ نشأته كأقدم منظمة عالمية على التصدي لكافة التحديات العالمية التي واجهها عالمنا، بل وحرص كل الحرص على القيام بدوره في تعزيز السلم والأمن العالميين ونشر قيم الحوار والديمقراطية، فضلا عن تعزيز التشاور البرلماني العالمي لنقل شواغل شعوبنا الملحة. ونحن في الشعب البرلمانية المصرية والتي تحتفل هذا العام بالذكرى المئوية لانضمامها إلى الاتحاد البرلماني الدولي، شاهدة على جهود دؤوبة وأيادي بيضاء لمنظمتنا المرموقة في التعاطي الجاد مع القضايا العالمية والتصدي بشجاعة لها. وفي هذا الإطار فإن البرلمان المصري يجدد العهد الذي قطعه على نفسه حين انضم إلى هذا الاتحاد منذ 100 عام بالاستمرار في القيام بدوره الريادي عبر الإسهام في تعزيز آليات الحوار البرلماني العالمي الجاد، كما تحرص الشعب البرلمانية المصرية على الاحتفاء بتلك الذكرى التي تثبت عراقة الحياة البرلمانية المصرية والدبلوماسية البرلمانية المصرية في شقها متعدد الأطراف، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي. وسنظل في البرلمان المصري على العهد وكما كنا في الماضي حاملين للواء استقلال شعوبنا العربية والأفريقية الشقيقة، فإننا سنستمر في أداء تلك الأمانة التي حملنا بها تجاه القضايا العربية والأفريقية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، سعيا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المنشودة على حدود 4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإرساء الأمن والاستقرار في كافة ربوع المنطقة العربية والقارة الإفريقية. الزميلات العزيزات والزملاء الأعزاء، لا يخفى على حضراتكم الدور المحوري الذي تؤديه العلوم في تعزيز التراكم الحضاري العالمي، فلا اكتمال للجهود التنموية الشاملة والمستدامة بدون العلم، بالنظر إلى كونه عصب الحضارة الإنسانية التي ارتكزت عليه عبر التاريخ الإنساني. وفي هذا الإطار فإنني أشيد باهتمام الاتحاد البرلماني الدولي بهذه القضية وإنشائه مجموعة العمل حول العلم والتكنولوجيا، والتي أعدت مشروعا لميثاق أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا يضمن تطبيق العلوم والتكنولوجيا بطريقة مسؤولة أخلاقيا ومستدامة، بما يكفل المساهمة في توجيه دفة العلوم لما فيه صالح الإنسانية جمعاء، وهما يثبت ريادة اتحادنا الموقر في هذا المجال المهم للغاية. كما ينبغي علينا جميعا كبرلمانيين توجيه دولنا نحو إيلاء أهمية خاصة لتعزيز التعاون العلمي الدولي. وفي سياق موازي، تولي مصر أهمية خاصة للبحث العلمي والعلوم والابتكار، فقد أفردت لها محورا كاملا في الخطة التنموية المصرية رؤية مصر 2030. وقد ارتكزت هذه الرؤية في هذا الإطار
على توفير كافة العوامل اللازمة لتحويل المعرفة والابتكار والبحث العلمي إلى منتج يلبي الاحتياجات التنموية للدولة المصرية من خلال تهيئة البيئة المحفزة المتعلقة بالتشريعات والسياسات الاستثمارية والتسهيلات التمويلية وتطوير البنى الأساسية، فضلا عن إنشاء وتطوير نظام وطني متكامل للابتكار قادر على تحويل المعرفة إلى قيمة تنموية. السيدات والسادة الحضور، وأمام تلك الأخطار الوجودية المحدقة بنا التي نجابهها جميعا، لا مفر لنا من تكريس مبدأ المسؤولية الإنسانية المشتركة في مواجهة تلك التحديات، ولن يحدث ذلك إلا عبر تعزيز المعرفة كحقوق مشتركة للإنسانية وإتاحة جميع السبل العلمية بكل شفافية من أجل مواجهة علمية لتلك التحديات، وحوكمة استخدام العلوم لتجنب الاستخدام الخاطئ والمضر لها بما يكفل لشعوبنا بيئة آمنة مزدهرة. وفي الختام أشكركم على المتابعة وحسن الاستماع. كانت هذه كلمة المستشار دكتور حنفي جبال رئيس مجلس النواب في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، كلمة معبرة عن مصر، اتكلم فيها عن القضية الفلسطينية، اتكلم فيها عن البرلمان، اتكلم فيها عن البرلمان المصري والدفاع عن الشعوب العربية والإفريقية، وأيضا القضية الفلسطينية، قضية مصر الأولى. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، نشوفكم بكرة إن شاء الله، نشوفكم السبت إن شاء الله. صباح الألف خير.